انت رجعت بسرعه كده ليه يا عصام؟ لا مفيش يا بابا، اصله كان مشوار صغير. ده احنا قلنا انك نزلت تروح مع اصحابك السينما. لا خلاص بقى، ما افتكرش ان انا هلحقهم. نفس الصوت تاني اللي سمعته في اوضتك قبل ما تنزل؟ لا ما هي دي نفس اللعبه البايظه تاني، خدتها لمحل اللعبه صلحها، قالوا لي الضمان خلص. ضمان؟ ضمان ايه؟ ايه ضمان؟ هو حد قال ضمان؟ بقول لك ايه، انا هطلع اذاكر بقى. بصوا انا هذاكر شويه والعب شويه وانام شويه. إيه حد عايز مني شويه؟ إيه حد عايز مني حاجه؟ يلا باي باي، ما حدش عايز حاجه، سلام عليكم، صباح الخير. انت دايما كده جايب لنا كلام؟ هدي نفسك يا عصومي، مفيش اي حاجه تستاهل. انا متاكد ان اللي شفته ده هو عم عثمان، وان اللي شفته معاه ده يبقى غرغر، لكن هو احتمال من اتنين، يا اما نسيوني يا بيستعبطوا وبيعملوا فيا الكاميرا الخفيه. سواء نسيوك او بيستعبطوا، المهم في النهايه قالوا لك المفيد انه شفشق راجع. ايه ده شفيق راجع فين وعشان ايه؟ اكيد لما يرجع هو هيقول لك بنفسه. ولو افترضنا انه راجع، ليه المصباح بيتهز كده؟ وليه فجاه يبطل هز قدام عثمان وغرغر؟ ولا عشان شكلي قدامهم يبقى اهبل وخلاص؟ مالكو في ايه؟ شفيق ماله شفيق؟ عم عثمان، تفتكر ان اللعبة دخلت على عصام وافتكر اننا نسيناه بجد يا عم عثمان؟ مش مهم تكون دخلت عليه، المهم يكون فهم اللي انا قلته له، ان الميعاد قرب. اكيد فهم، وحتى لو ما فهمش زمان شفيق وصل لحد عنده فعلا، ومعنى كده انه خلاص كل احلامه وامنياته هتبقى اوامر وهتتحقق. عصام النهاردة غير عصام اللي كنا عارفينه من زمان يا غرغر. يعني ايه؟ يعني ممكن ما يطلبش من شفيق اي حاجة خالص. معقولة؟ حتى لو شفيق وقف قدامه وبصوته الجهوري قال له لبيك لبيك شفيق بينيديكت، اوعى اطلب اي شيء تتمناه يا عصام وانا هقولك في التول لحظة. يلا يا عصام اطلب. شفيق ممكن تنزل من على السرير؟ انا لسه مرتبه من شوية يا اخي. عندك حق، انا هنزل، بس هو انا سلمت عليك يا عصام؟ اظن لا، اوعى. اهلا اهلا يا صديقي، صدقني ليك وحشه كبيره قوي يا عصام. وانت كمان، مع انك اخر مره سبتني واختفيت من غير ما تقول اي حاجه. يا راجل ده انا دخت وانا بدور عليك من رمضان اللي فات. معلش يا عصام يا صديقي، ما كانش في وقت، كان لازم الحق حاجات مهمه ورايا في عالم الامنيات. اول ما المعشر اكتمل بال12 امنيه اللي انت حققتهم لي. شفيق انا ملاحظ كده ان انت فيك حاجه متغيره، ايه هي؟ مش عارف. عموما الامنيات راحت فين؟ انا سايبك اخر مره وال12 نقطه منورين، تلاقيك بقى ما دفعتش فاتوره الكهرباء اما قاطعين عنك النور. فاتوره كهرباء ايه يا عصومي؟ وانا بيب بوتاجاز ايه يا ابني؟ احنا حلينا المشاكل دي من زمان. كل الحكايه ان كان لازم ارجع عالم الامنيات عشان اخلص ورقي. ورقك؟ ايوه ورقي. رحت مجمع التحرير بتاع عالم الأمنيات وقدمت كل الأوراق والمستخرجات اللي تحولني من محقق أمنيات مبتدئ لمحقق أمنيات محترف. اوعى. سحبوا ال 12 شرطة المنورين علشان أبقى جاهز لتحقيق 12 أمنية لنفس الشخص اللي حقق لي أمنياتي. اوعى. وكمان ادوني كتاب الامنيات. كتاب الامنيات؟ ده كتاب كده زي كتاب قبل نظيره عندكم، بس خاص بعيلتنا. احنا عيلتنا عيله كبيره قوي قوي قوي. انت عارف بقى يا عصمتي ان انا من عيله كبيره قوي، وعن طريق الكتاب ده اقدر احقق لك اي امنيه. انت مستني اقول لك اوعى؟ ها، بس انا المره دي مش هقول لك اوعى، وعشان كده جيت اقول لك شبيك لبيك يا عصمتي. يلا احلم، اتمنى، قول اي حاجه تخطر في بالك، شفيق جاهز يحققها لك. يلا اوعى اوعى. طيب يا سيدي ما تزقش، اوعى اروح فين يعني؟ يعني انت عايز نقول اي امنيه يعني؟ اي امنيه؟ اي امنيه. متشكر يا شفيق، ما عنديش اي امنيه اطلبها منك. انت لسه زعلان مني يا عصمتي؟ ما قلت لك كان لازم الحق الاجراءات، وانت عارف بقى التعقيدات عندنا ملهاش اول من اخر.
ايش دمغة؟ ايش دمغة تحقيق احلام؟ ايش طابع امنيات؟ وبعدين اليومين اللي انا قعدتهم في عالم الامنيات كانوا بالنسبة لكم هنا شهور. مين اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس انا بشكرك لانك ما خليتش عندي امنيات ممكن اطلبها. ازاي بقى؟ انت اللي علمتني احقق امنياتي كلها بنفسي، لدرجة انك يوم ما اختفيت اكتشفت ان ما عنديش اي امنيات اطلبها منك اصلا، وعشان كده ما زعلتش منك. تخيل. انا مش متخيل ومش فاهم، يعني انت خلاص ما عندكش اي امنيات يا عصومتي؟ بالعكس يا شفشقتي، عندي امنيات كتير واحلام اكتر، لكن هحققها كلها بنفسي، مش هستنى حد من عالم الامنيات عشان يحققها لي. مع احترامي ليك يعني يا شفشق. ده كلام جميل وكلام معقول، انا ما اقدرش اقول حاجه عنه يا عصومتي، لكن ليه التعب ووجع الدماغ؟ انت تطلب وانا انفذ. اوعى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت جيت لي من زمان كنت هبقى مبسوط، دلوقتي مش هبقى مبسوط ابدا لو حققت لي امنياتي من غير ما اتعب فيها. طب فكر معايا، انا ممكن احقق اي امنيه تخطر في بالك، انا ممكن اخليه اغنى واحد في العالم. متشكر، مصروفي مكفين. طب ممكن اخليك اشهر لاعب كره قدم والناس كلهم يعجبوا بيك ويسقفوا لك وانت بتستلم كاس العالم. انا عايزهم يسقفوا لي وانا بستلم كاس المدارس يوم ما نفوز بيه بتعبنا ومجهودنا. ممكن اخليك زعيم قومي مهم تتحكم في مصير الملايين بكلمه منك او باشاره. لما خلص مدرستي الاول يا شفيق، عمرك سمعت عن زعيم ما خدش اعداديه؟ بس لقيتها. خليك عالم مهم تكسب جايزة نوبل في العلوم. لو ذاكرت واجتهدت ممكن اوصل للحلم ده لوحدي، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يا عصومي انت كده تعبتني معاك. قلت لك ما عنديش امنيات، اجيب لك امنيات منين انا دلوقتي؟ وعصام بيكلم مين؟ هو متعود على كده من زمان يا شهاب، من اول ما عصام اتعلم الكلام وهو بيكلم نفسه. ما كان بطل بقاله شهور يا قمر، ايه اللي خلاه يرجع يتكلم مع نفسه تاني؟ يمكن عشان بقى يقعد لوحده كتير. اهو ده اللي انا كنت خايف منه، وعلشان كده كنت بقول انه يخرج مع اصحابه وهو اللي كان بيرفض. شش. طب بس اهو نازل. قلتلك ما تحاولش معايا. ايه ده؟ معقولة ده لسه بيتكلم مع نفسه؟ يو مش عايز منك ولا امنية يا اخي. محدش هيشوفني غيرك، انا اتعلمت ازاي اختفي بطريقة المحترفين. دلوقتي هيقولوا اني اتجننت وبكلم نفسي. كنت بتتكلم مع مين يا عصام؟ تحب اظهر لهم انا عيل واعملها؟ انا متأكد من كده، بس خليك كده احسن. انا ما كنتش بكلم حد يا ماما، ده انا كنت بسمع الدرس اللي انا لسه حافظه من شوية عشان ما انساهوش. انت خارج تاني؟ ايوه يا بابا، خارج اشم هوا. هتخرج مع اصحابك؟ مش عارف، يمكن، احتمال، مش اكيد. ما انت كنت رافض تخرج مع اصحابك قبل كده. هشوف، مين عارف. بعد اذنكم بقى. ارجوك يا عصام، لازم تتمنى 12 امنيه، ده العهد اللي انا خدته، من غير ما احقق لك الامنيه دي هرجع جني مبتدئ تاني. يرضيك يا عصام يرضيك. خلاص بقى يا شفيق ما تعيطش، صدقني انا ما عنديش امنيات. بقول لك ايه، ما تدور على حد عنده امنيات وتحققها له. ما ينفعش، حسب كتاب الامنيات صفحه 37 لازم احقق الامنيات دي ليك او لاي حد ترشحه لي. يا عصومتي رشح لي مكانك يا عصام، اي حد ارجوك رشح لي. رشح. انا بطلت ارشح من زمان يا شفيق، انت عايز حد زي مين يعني؟ اي حد يا عصومي، انت اصحابك كتير. انت لسه فاكر؟ ده كان زمان، دلوقتي خلاص ما عنديش ولا صاحب. ارجوك يا عصام ما تخليش عواطف تشمت فيا. عواطف؟ عواطف مين؟ بنت عمي الشرانيه، من واحنا اطفال صغيرين في عالم الامنيات، وهي اشطر واذكى مني بكتير، بقت جنيه محترفه، دلوقتي بتحضر دكتوراه في الامنيات كمان. يوم ما عرفت ان بقيت محترف زيها اتجنني. مش فاهم، وايه يعني اللي يضايقها في انك تبقى محترف؟ بقولك شرانيه، ومن زمان كل ما تشوفني تقول لي يا فاشل يا فاشل. يرضيك يا عصام اثبت لها اني فاشل فاشل فاشل؟ طبعا طبعا. لا يعني ما يرضنيش الا اذا كنت انت فاشل فعلا، لا سمح الله يعني. أنا فاشل يا عصومي؟ دي آخرتها يعني؟ زمان عواطف جت ورايا من عالم الأمنيات. اعترف يا عصام، طبعًا هي جات لك وقابلتك وقالت لك ما تتمناش حاجة من شفيق، اعترف. دلوقتي شفيق بقى كخة؟ لا لا أنا ما قلتش كده أبدًا،
أنا ما شفتهاش ولا سمعت عنها حاجة يا مستر شفيق. ولا نخلة؟ ولا نخلة. نخلة مين؟ أستاذة والمشرف على الدكتوراه بتاعتها. ما تقدرش تيجي العالم ده لوحدها، لازم أحقق لك أمنياتك قبل ما يمنعوني. لازم. أستاذ شفيق ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. نخلة ده أكيد طويل قوي وليه علاقة بالبلح صح؟ يعني مش قوي، لا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع. طب والبلح؟ يا بروفيسور نخلة، يا بروف، انت فين؟ هنا فوق النخلة، الظاهر اني طلعت اسم على مسمى. نخلة فوق النخلة. شعر. طب استنى استنى لحظة، استنى يا بروف، هنزلك اهو جاية. ازيك يا استاذ؟ مش مخبوطة. مش مستعدة للكاميرات انا. ولازم بقي يبقى كده. اهو اهو ظبطتها لك يا خلاص. شغل الكاميرا.